وهو مخصص للمفاريد القعدان. إذا على بركة الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام أيها الإخوة في كل مكان، هذه انطلاقة شوطنا الرابع المخصص للمفاريد القعدان. نتابع وإياكم المركز الأول مباشرة. هنا صعب لسالم بن زيد، لسالم بن زايد بن حسن العتيبي، سالم بن زايد بن حسن العتيبي مع الصعب بينما يليح على المركز الثاني. يتواصل هنا في الانطلاق الشقب لمحمد بن علي بن مثيب، من يصلنا ويحتل المركز الثاني، غير واحتل المركز الاول. نتابع هنا السلطان لراشد بن شفيع بن مقبل المري مالك النايف اللي فاز معنا باول اشواط القعدان. نتابع واياكم المركز الرابع، الوصول والقدوم هنا من برزان لسالم بن سعيد بن سالم بن بريكان المري، من يتابع هنا المركز الثالث نعم، بينما يليح على المركز الرابع. الرابع الغدوب والوصول في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام من براك محمد بن راشد بن عبيد بن بريزيق المري، وعلى المركز الخامس ايها الاخوه الافاضل يصلنا عز الطلب لمحمد بن جبر بن عبد الله الهاجري. هذه النتيجه، هذا هو ندانا الاول يا متاخرين. نعود واياكم نعود الى شعار النايف مع بن مقبل، مع بن مقبل راشد بن شفيع بن مقبل المري. الله، يا سلام يا سلام، اليوم 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 في الفورما، في الفورما ايها الاخوه. هذا هو بن مقبل وكذلك ابو شريده يتنافسون على الاشواط هنا ايها الاخوه. هذا هو بن مقبل يحسم الاشواط، اشواط القعدان من نصيبه ومن نصيب شعاره، وكذلك ابو شريده يحسم اشواط البكار كذلك من نصيب شعاره. يا سلام، الله، يا السلطان 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 راشد بن شفيع بن مقبل، سلام سلام سلام، تحياتنا وتقديرنا، الناموس الناموس. راشد بن شفيع بن مقبل المري مع سلطان هو صاحب المركز الاول. المركز الثاني يصل هنا براق محمد بن راشد بن عبيد المريزيق المري المركز الثالث، يصل على المركز الثالث مشاهدين الكرام الشقب المبارك بن سعيد بن لجبع الخيرين، والمركز الرابع يصل على المركز الرابع الشاملي عبد الهادي بن حمد بن الثرحيب بن نايفه الهاجري.